عمره واحد منكم نام جوعان وفاق جوعان. أنا صارت معي نام جوعانة وفي جوعانة. يعني لما شوف الأطفال وهي ماشية تشدني من أواعي، تيتي بدي خبز، كنت أهجز عن الجواب شو قل له ما في خبز بالمنطقة. ضلينا 9 شهور ما نشم ريحة الخبزة، شقفة الخبزة، اركض على البساتين، والله الحشيش طبخته للجرحى. أنا لا حملت سلاح ولا عملت شيء أكثر من إني طعميت الجوعان، داويت كسيت العريان، داويت الجريح، يعني الأشياء البسيطة سويتها، لكن من وجهة نظرهم إرهابية. أنا مو مستوعبة اللي أنا فيه. ما نشفت دمعتي من وقت ما فت على المخيم. بسعري بسعر العالم اللي قاعدة هون، أنا مو أحسن من حدا. لكن قدر الله ما شاء فعل.